بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم بعد، اللغة العربية وما أدراك ما اللغة العربية؟ قال عمر بن الخطاب: تعلموا العربية فإنها من دينكم. اللغة العربية تزيد في المروءة وتزيد في العقل، وهي من أفضل اللغات في العالم لسعتها وسعة كلماتها، ومن تعلم اللغة لان طبعه وأصبح لينا في الخلق. خلاص، جزاك الله خير شيخ على كلماتكم، أنا أفعى بكم والأمة. السلام عليكم.